السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. براهيم الفقيقي رئيس جمعية مسافات لمحاربة التهميش والإقصاء بالمجتمع. جمعية مسافات والتي تعتبر بين الجمعيات النشيطة والفاعلة في مدينة صفاقو، واللي يعني عندها عدد كبير من الأنشطة اللي قامت بها منذ التأسيس ديالها، يعني أكثر من عقد من الزمان. وحنايا اليوم يعني تنتفاجئوا بأننا للأسف حنا تنحاربوا الإقصاء والتهميش، وتعرضنا للإقصاء والتهميش من طرف شكون؟ من طرف المجلس البلدي ديال مدينة صفاقو للأسف. لأننا بعد ما تم الإعلان على الدعم السنوي ديال الجمعيات من طرف المجلس البلدي، تقدمنا وكباقي الجمعيات في الترشيح بما في ذلك دفتر التحملات وبما في ذلك كل الوثائق القانونية والرسمية اللي طلبات. وكان عندنا الشرف على اننا كان يعني خدينا وصل الايداع رقم جوج، حطيت انا نهار 7 في شهر 3 2023. فرحانين تنقولوا الحمد لله، حطينا ان بروجي غادي ندافعوا عليه غنشتغلوا عليه، زائد البرنامج زائد طلب السيد رئيس المجلس البلدي. فاذا بنا نفاجأ هذا الاسبوع هذا على ان الدوره دازت ولم يتم ادراج الاسم ديال الجمعيه ديالنا، بل اكثر من ذلك تبارطاجت لا ليست ديال ان الجمعيات اللي استفدوا، وحنايا ما استفدنا حتى شي حاجه. شوف انا نقول لك حنا ما استفدناش، بكل اختصار ما غادي نتهم حتى شي واحد. هذه يعني الطريقه ديال شنو نقولوا ديال التهميش او ديال الاقصاء، لا ما نقولش، نقول هذه تصفيه حسابات سياسويه عقيمه. يعني هذا كاينين تما بعض الاعضاء سامحهم والله ما تيحملوش عبد ربي بصفتي رئيس الجمعيه. غنقول لكم من هذا المنبر النقاش لا ينقص من الود القضيه، حتى الا كانت عندنا اختلافات في الرؤى السياسيه او في التوجهات السياسيه، ولكن راه الجمعيه غاديك مستقله مستقله مستقله. جمعيه ما تنتمي، ما عندها حتى شي انتماء سياسي. جمعيه تتشتغل من اجل الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني، وحنايا اليوم تقدمنا بالطلب كفاعلين جمعوي بالكاسكيطه ديال الفاعل الجمعوي، وسبقنا على اننا اشتغلنا في عده يعني مناسبات وعده تظاهرات، والحمد لله وشكر الله ما عمر شي واحد تعامل معنا هذا التعامل ديال الاجحاف وهذا التعامل اللي حسينا بان الديمقراطيه تذبح. شوف المجلس القديم ولا ماشي المجلس القديم، المنحه ما تيعطيها لنا حتى شي واحد من دارهم. المنحه وداك الدعم عمومي حتى واحد ما يعطيها لنا من جيبو. هذوك الناس دابا اللي في المجلس اللي في التسيير راهم هذوك الناس جاوا يعني بديمقراطيه، جابتهم الصناديق ديال الاصوات ديال الاصوات ديال يعني الناخبين، خداو مسؤوليه، خصهم يعرفوا لان عندهم مسؤوليه ديال التكليف ماشي ديال التشريف، مسؤوليه ديال التكليف عباد الله. يعني فين هي تكافؤ الفرص؟ وهذاك الجواب، هذاك الجواب العجيب والغريب اللي لقيته في المصلحه ديال الثقافه، اللي قالوا لي مثلا ان رئيس جاوبك او للجنه والله اعلم شكون اللي جاوب، انا دابا ما بقيت فاهم حتى لعبه. اللي قال لك على ان مشروع غير واضح، احيطكم علما، يعني انا احيط علما الراي العام وحتى الناس ديال المجلس البلدي ديال مدينه صفاقو وكاع الناس اللي غيهمهم هذا الامر هذا، ان ذاك دفتر التحملات راه عبد ربي كان بين اللجنه اللي صاغتو، لانني كنت عضو في لجنه المساواه وتكافؤ الفرص، وعرضوه علينا وعطينا راينا فيه وكذا. فكيف يعقل على اننا ما نكونوش واضحين؟ انا شنو تقدمت المشروع اللي تقدمت به عباد الله؟ الاستماع والتوجيه والمواكبه للتالوت اللي تي ما فهموش. ما شوف فهموه ولا ما فهموش، شوف انا نقول لك واحد القضيه، انا جايك انا جايك. حنا تقدمنا التالوت التالوت التالوت، شنو هو؟ المراه في وضعيه صعبه، الاطفال في وضعيه صعبه، وبيان سيغ مثلا تكون المراه في وضعيه صعبه والاطفال في وضعيه صعبه بحكم المعاناه اللي تيعاني او الظروف اللي تتمر عليهم، ضروري غادي يعطيونا الاعاقه. اذا ثلاثه، المواطنين في وضعيه اعاقه، المراه في وضعيه صعبه، والاطفال في وضعيه صعبه، قلنا غادي نقوموا بالادماج اولا بعد الاستماع والتوجيه، فوقاش يجي الاستماع والتوجيه، بعد التشخيص الترابي اللي كانت تقوم به الجمعيه ديالنا في اطار هذا المشروع، صافي؟ وهذا الدعم اللي طلبناه من المجلس البلدي هو جزء
ماشي كل الميزانيه اللي مطلبينها احنا في هذا المشروع هذا. اذا كنا نديروا تشخيص ترابي على مستوى البشويه ديال مدينه صفارو يعني على مستوى يعني النفوذ الترابي، يعني فاش نقولوا البشويه النفوذ الترابي اللي داخل بشويه مدينه صفارو. هذه نحاولوا نديروا تشخيص ترابي، ناخذوا احصائيات، غادي نجيبوا حالات ولا حاجه نجيبهم نستمعوا لهم، وفي اطار الاستماع غادي نوجهوهم يكون لي كوت اورينتاسيون، من بعد داكشي تكون الانتيغراسيون، ومن بعد داكشي هادي 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 تكون سيقولوا المواكبه. واللي خص المجلس يفهم اليوم على انهم خصو ما يشخصنوش الاختلاف ديال الرؤى في التعامل وفي التعاطي مع يعني الدعم العمومي للجمعيات، يفرقوا ما بين ما هو بيرسونيل وما بين ما هو بروفيسيونيل، نكونوا عمليين الله يرحم الوالدين. اين اليوم حسينا على ان الديمقراطيه تذبح؟ انا ماشي سوقي في الجمعيات اللي يستافدوا بصحتهم وراحتهم، بغض النظر واش هذا عنده انشطه وهميه، واش هذا ما عندوش انشطه، داكشي بيناتهم داكشي شغالهم ماشي اختصاص ديال داكشي اللي عنده اهل الاختصاص ديالو. ولكن انا اليوم تنهضر على نفسي، انا على جمعيتي تقصات ذاك العام في 2022 بطريقه ممنهجه، عاوتاني تقصات هذا العام هذا في 2023 باجابه غريبه وعجيبه، هي مشروع غير واضح. الله اكبر، مشروع ديالي غير واضح. دابا عاد اليوم الجمعيه ديال المسافات ولات غير واضحه. انا تنقول لكم يعني الراي العام اللي متابعنا، حنا راه والله ما نسكتوا على هذه المهزله اللي ولات يعيشها العمل الجمعوي في مدينه صفارو، والله ما نسكتوا على هذه المهزله اللي ولات يعيشها يعني الاقصاء والتهميش اللي تتعيشوا الجمعيات مدينه صفارو، بيان سور الجمعيات الجاده والفاعله. خلينا من داك الجمعيات ديال اصدقائي وديال صحابي وديال فلان وصى على فلان وفلان، انا ما عنديش اللي يدافع عليا داخل المجلس، والله ما عندي حتى واحد يدافع عليا داخل المجلس للاسف، ما عنديش اللي يدافع عليا داخل المجلس، ولكن عندي الله سبحانه وتعالى، وعندنا القانون اللي هو اكبر من كل شيء، وعندنا الحمد لله واحد الحاجه كبيره اللي هي اننا الحمد لله في دوله الحق والقانون، وعندنا حاجه اساسيه اللي هي يعني كاين واحد المبدا في الدستور سميتو رابط المسؤوليه بالمحاسبه، وعندنا واحد الحاجه سميتها الحكمه الجيده اللي ما فعلوهاش، لانه كانوا بصح فعلوا الحكمه، كان جابوا كاع الجمعيات كاع المرشحه كامله وجلسونا في واحد القاعه، وجابوا لنا نعم سيدي واحد 4 ولا 5 ديال اعضاء اللجنه، ويتأسهم كاع رئيس المجلس مشكورا، رئيس المجلس البلدي مشكورا يسقسهم ويجلس نعم سيدي، وكل واحد يدفع المشروع ديالو. ديك الساعه تيلا قصيتيني او الليله، عفوا نسحب قصيتيني انا غتقصيت، ديك الساعه تيلا رفضتي المشروع ديالي، غادي تعلل علاش رفضتي المشروع ديالي، وغادي نخرج وانا مرفوع راس. ولكن الان تنحس بانني تحقرت، وبان الديمقراطيه تذبحت، وبانني تهمش فريمون، انك ترفضني في 2022 تخدموا معنا واحد عامره في خاويه، وفي 2023 ديروا لنا عاوتاني مشروع، ايوا شنو هذا؟ واش الدعم تتعطيوه من ديوركم اخوتنا؟ شوف هذاك الشيء اللي تنقوموا به، حنا وطنيين، حنا انا بعدا شخصيا تنهضر على نفسي، لا ازكي على الله احدا، انا من بين المكفوفين اللي خصهم يفتخروا بيا، الحمد لله راني ما الحمد لله نار على عالم، لا ازكي على الله احدا، راه معروف الحمد لله في المغرب كامل. نتي ولا درت شي حاجه انا لبلادي غنديرها لبلادي بكل حب، وحبا وكرامه، حيت انا وطني، انا انسان وطني وتنحب البلاد ديالي، ولا درت شي عمل تنديرو لبلادي تيسجلوا عليا التاريخ، والمجلس راه مؤسسه ماشي اشخاص، لان الاشخاص شي غادي شي جاي، تقدر اليوم تجيبك صندوق الانتخابات غدا تولي غادي تتخبع في الدوبه بحال اللي سبقوك، هادشي راه ما فيش اللعب. الكلمة الأخيرة اللي نقول حنا هاد الإجحاف وهاد الإقصاء وهاد التهميش اللي عاشو الجمعية ديالنا في هاد الموسم الثاني على التوالي، يعني في ظل هاد المجلس هذا راه غير مفهوم، وراه حنا نسطيرو بكل قوة عليه، وتنقولوا بأننا نرفضه لا شكلا ولا مضمونا ولا جملة ولا تفصيلا، وراه حنا حسينا بأن راه ما كانتش شفافية، وبأن راه كان ذبح للديمقراطية، وبأننا راه حنا غادي نقوموا بالأنشطة ديالنا سواء بالدعم سواء ماشي بالدعم، ولكن الدعم راه حقنا، لأنه ما يعطيه لنا حتى واحد من جيبه، هذاك دعم عمومي متبوع بالحساب ومتبوع بزاف ديال الحوايج، وهاد الناس هادو اللي كانوا تيعبتوا وكذا، حنا راه حنا غادي نطقوا جميع الأبواب وجميع القنوات وجميع المسؤولين اللي غيردوا لنا الاعتبار،
ويخرجوا وحاجه واخر كلمه غادي نقولها راه النقاش اللي ينقص من الودي قضيه. الا كانوا هاد الناس يصرفوا معنا حسابات سياسويه عقيمه ونقول لهم حنا والله ما دايرينكم فراسنا بالله. جمعيه مسافه جمعيه مستقله لا ممتميه حتى شي هيئه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.